حاضر اهو. لا لا لا، شكلك مش وكيل وزارة ابدا. امال ايه؟ وزير؟ رئيس وزراء. ياه ده كتير قوي. مفيش حاجة ابدا كتيرة على المندوب السامي، ولازم يحس بيك من اول لحظة. من مصلحتهم ان مدير البوليس السياسي هو اللي يمسك الداخلية، ومحتاجين لك تمسك البلد كلها طول ما في مظاهرات. وجهة نظر معقولة. دي حقيقة في التاريخ كله، في حركة ضد النظام، يعني في بوليس سياسي، او بمعنى اخر مفيش غير البوليس السياسي. الله. حضرتك رايح فين يا بابا؟ الله، وانت ما تعرفش ولا ايه؟ رايح يا سيدي قابل المندوب السامي. ليه يا بابا؟ ايه؟ بلاش يقابله؟ من فضلك يا ماما، انا ما قلتش بابا ما يروحش، انا بسأله ليه يروح. يا احسان يا ابني، ده بروتوكول، يعني نظام دولة، وانا رجل دولة لازم اراعي النظام. ليه يا بابا لازم احنا اللي نراعي النظام؟ قصدك ايه احسان؟ قصدي ان النظام ده بقى كلمة ملهاش اي معنى، كان اولى بالانجليز يراعوا معانا احنا النظام. احنا ساعدناهم في الحرب، بدل ما يدونا الاستقلال فرضوا علينا الحماية. زعماء الأمة طالبوا بالنظام نفوهم، المصريين احتجوا قتلوهم، يبقى فاضل ايه نحافظ عليه؟ فاضل ان احنا نقابل المندوب السامي ونقول له وجهة نظرنا، لازم نقنعه بمطالبنا. مش في موكب التشريف يا بابا، عمره ما حيسمعنا مدام حنقابله بالمزديكة. في طريقة تانية نقول بيها رأينا. كبرت قوي على الطريقة دي، ما بقيتش عيل صغير يا إحسان يا ابني. إحسان يا حبيبي، انت وبابا متفقين في الهدف لكن مختلفين في الطريقة. مفيش غير طريقة واحدة بس للرد على الانجليز. لا، فيه، احسبها، بابا اولا يبقى وزير، وبعدين رئيس وزارة، وبعدين يلم الناس حواليه ويطالب بطرد الانجليز. محمد عزة البيومي لا كان وزير ولا كان رئيس وزراء، ومع ذلك قدر يلم الناس حواليه ويطالب بطرد الانجليز، وعشان كده مات. ولعلمك، اي واحد هيعمل زي البيومي لازم هيموت. طلب حي جاي ابراهيم عريان، هيبقى مع فتحيه وقباظه في الحنطور. انا وصالح هنبقى تحت الباكيه اللي جنب مبنى الهيئه. مش عايز حد يعمل اي حركه لغايه لما ارمي اول قنبله. لو ما رميتش محدش يرمي. اتفقنا؟ اتفقنا. يلا بينا. بس الفاتحة يا جدعان، ان ربنا ياخد بيدينا ويسترها معانا. فتح. الرب واحد والوطن واحد يا عريان. ادعي بأي طريقة ان ربنا يوفقنا لهدف واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. امين. And take care, take best care. His Excellency the High Commissioner is aware there are disturbances, but he's not supposed to notice them. Yes, sir. And for God's sake, stay away from this Arnaorti place. We do not need to make a donkey out of General Allenby. Yes, sir. إنما نقتل المصريين؟ لا، مدام معاه يغوروا في 60 داهية. إزاي؟ يغوروا إزاي؟ طب نبقى عملنا إيه؟ الله، وإحنا كنا قلنا لهم يقابلوه بالطبل والمزيكا، وما قلنا لهمش إن إحنا هنقتلوا علشان يبعدوا. كل العساكر والضباط المصريين دول شغلتهم إنهم يستقبلوه، يبقى مش ممكن نقتلهم. احنا هدفنا هو تحرير الأمة وحرية المصريين، مش قتلهم. يا سيد، كلهم ضباط وعساكر تابع الإنجليز. لا يا صالح، لا، صدقني كل واحد منهم من جواه بيتمنى انه يقتل المندوب السامي الإنجليزي وكل اللي معاه، بس مش عارف ازاي. ما احنا لو قتلنا كل الموظفين لمجرد انهم بيتعاملوا مع قوات الاحتلال، يبقى هنقتل كل الجيش المصري، هنقتل كل الموظفين المصريين، ودول أهلنا، وأكيد بيكرهوا الإنجليز زينا واكتر. كل اللي يتعاون مع الانجليز يبقى خاين ويستاهل قطع رقبته. لا يا دقاق، ارجوك، كلمه خيانه دي كلمه كبيره قوي. مش هيتحكم علينا كلنا بالخيانه لمجرد ان بلدنا محتله. وبعدين ما تنساش ان انت موظف هيئه السكه الحديد،
يعني تبع إدارة إنجليزية، وأظن إن أنت أول وطني أنا شفته في المظاهرات، مش كده؟ لما نلاقي مصري بيخون بلده وبيتعاون مع الإنجليز ضد المصريين ساعتها نقتله. يعني إيه؟ نسيبه يقدبنا؟ لا، هنقدبه وقريب قوي. بكرة فتحية؟ بكرة إن شاء الله يا أباظة، تصبح على خير. وأنت من أهل. مية مسها معلم ده. كنت فين؟ ما انت عارف. لا مش عارف، انما هعرف. عليا النعمة لا اعرف. سيبوا يا درويش، سيبوا، حرام عليك يا اخوي. حرام عليا؟ امال حلال على مين؟ على اباظة. على اباظة. طيب يا اباظة ابن ام اباظة، والله لا اشرب لك كل يوم بوزة وهعرف. كفاية بقى يا درويش، قطعة البوزة وايامها يا اخويا. اسكت يا عزيزة، لازم اعرف كانوا فين لانصاص الليالي. سامعني يا معلم امام؟ هشرب الحمار كل يوم بوزه وهشرب معاه وهعرف. ويا خبر النهارده بفلوس، بكره يبقى ببلاش وهعرف يا معلم امام. قوم بقى، واللي له قرش هياخده، كل اللي له قرش هياخده. خش جوه يا درويش بقى اخو. قوم. سيبيني. قوم يا اخوي. سيبيني يا عزيزه، خش انت وسيبيني. سيبيني انا هعرف. هعرف بالبوزة والنبوت، انا والحمار والبوزة والنبوت، وهعرف. هعرف. سمعني يا معلم امام؟ واللي له قرش هياخده، اللي له قرش ابيض هياخده. يتقطعوا الحمار بالسكينة وكل واحد ياخد حدة. ما هو الدين، الدين كلب، كلب مسعور بسلسل بجنزير. انت فاهم؟ فاهم بدل فاهم. خلاص تستحمل بقى، اتدور معايا عشان تعرف زيي، يا اما نقطعك 60 حتة وندي من لحمك كل حتة للديانة. ماشي؟ خلاص. السكينة عزيزة. نام يابا، نام وارتاح وافرد طولك، نام. من ساعة ما قال لي المندوب السامي وانا ما جانيش نوم، قلت حرتاح بعدها. اتريني مش حرتاح ابدا. بلاش يا فتحية، كفاية بقى لحد كده يا بنتي. خايف عليا يابا؟ لو مش خايف عليكي ابقى مش ابوكي. بس انا بقى مش خايفة. انت مش اب. الاب اللي له بنت واحدة ما فيش غيرها، هي ايده ورجله وحياته كلها، يخاف عليها ولا لا؟ بس ده ما كانش كلامك ليا يابا. كنت فاكر ان النار هتبرد، لكن ولا 100 انجليزي بردوا ناري، ولا طي اهل الحته ينهشوا في لحمك. كل حي ومنه لله. وانا مني لمين يا بنتي؟ انا مش عايز ربنا يسالني رميت بنتك في المهالك ليه. معلش، لا انت ولد ولا مفروض ان اطوعك. خلينا اتعكز عليك اليومين اللي باقيين اللي في الدنيا يا بنتي. بكره اخواتي مستنيني وعاملين حسابهم ان انا معاهم. يرضيك يابا يعملوا ترتيبهم وما يلاقونيش. لا ليهم اخ مات بايد الانجليز، ولا حصل لابوهم نفس اللي حصل لكم، عارضين نفسهم للموت. طب اقول لهم ايه؟ بعت اخويا؟ طب هم هيشتروه ليه؟ نام، نام وارتاح يابا. بكرة ارجع لك بحق اخويا، وحتبص لايديا هتلاقيني مطبقة عليك ده هو. وقتها هتعرف انك خلفت بنت بمئة راجل. عامل اجتماع وهيخطب بنفسه. طبعا اول جلسة تأديب للمصريين.
فتحية. أيوة جاهزة فتحية؟ أيوة سيدة فندي. أباظة أباظة. نعم نعم. إيه؟ هتدخل معاها على أساس إنك بتحميها، مالكش دعوة باللي بيحصل، لازم تضحك في وش الإنجليز. Here in Egypt for three tasks. First, to put a final end to disturbances. No demonstrations, no violence. ودينا كلنا في ابو نكله. اعمل ايه بس يا استاذ ابراهيم؟ اصل انا ما طقتش. انت ما شفتش الانجليز كانوا بيهدوا فتحيه ازاي؟ حتى اسال الافندي هو اللي شاف. وريني ايدك لو سمحت. لا ده جرح بسيط. احنا مشكرين قوي يا احسان افندي. على ايه؟ انا ما عملتش حاجه. ازاي بقى اللي انت عملته معانا ده؟ مش شويه ومش كتير كمان، يعني المفروض ما تشكرونيش عليه. ولا مش مصدقين ان انا اقتل انجليزي؟ انا كمان ما كنتش مصدق ان اقتل انجليزي، كنت متخيل المساله صعبه ومستحيله، لكن اتضح ان الامر الواقع والظروف اقوى. الوطنيه مش خاضعه للظروف يا احسان. انا ما طلبتش اخد نشان يا سيد. عموما دلوقتي اكيد هتثق فيا وتتاكد اني مش هبلغ عنكم بعد ما بقيت واحد منكم ولو بالصدفة. استخبى يا باظر، خش بقى انت في الحية. الصبارة تاني. تعال يا صالح. يا صالح. ايوه. خد السلاح ده يا سيد. اطلع لفوق. اطلع معاهم يا صالح فوق. يلا يا استاذ ابراهيم، بص شوف مين اللي جاي. ده الجدع التوليه زنقته، مش عارف يروح بين عينيه. حسام صالح ريان تعال. ها يا استاذ ابراهيم. انت العرباجي. العرباجي مين؟ ابن عدتكوا يا فتحيه اللي كان قاطرنا النهارده. عم درويش. زنقوه. انا عارف ايه اللي دخلوا الحاره السد دي. على العموم يشكر، ده لولاه كنت موت الليله دي. نادي عليه يا استاذ ابراهيم. لا طب ما نجيبه معانا. لا انت ليه هنا يا جدعان؟ بدل ما يقتلوه ده مصر زينا برضه. يا ريت يا سيد افندي، عم درويش راجل طيب مع انه كان فضحني في الحاره. هتعديه ازاي؟ من على السطوع على الخرابه اللي ورانا ويبقى يشوف طريقه بقى. خلاص نادي انت عليه. انا لا، ما هو عارفني اصلا، انا رحت الحاره قبل كده ما انت عارفه. اعمل معروف، هاتوه احسن يموت. ام عثمان. نعمين يا اخوي. اسمع يا ام عثمان، الباب ده توربيه وتنادي على الراجل اللي بره وتعديه من فوق السطوح. الا راجل مين يا اخوي؟ اللي في الحاره اتلحلحها ولي. خلصيني يا رب سترك يا معلم. ايه يا درويش؟ حصل ايه؟ لقيته مصطفى؟ امال ايه؟ مصطفى مين؟ الله، امال فين العربيه والحمار؟ مات. ايه؟ الحمار مات. حصل اخوه. ما بيستووش مع الانجليز، انما احنا بس اللي بنستوي. بنحب الانجليز ونروح لهم برجلينا ونقول بندور على اخونا. بندور على اخونا واحنا حاطين الاحمر ومسوقين. انت بتعيط يا مام؟ امال هعمل ايه؟ لا تعمل واللي يتعمل معروف. اعمل ايه يا فرجان؟ اذا كانت بنتك خرجت من طوعك ومشيت على حل شعرها. اسكت 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 يا عم المعروف. بنتي ما تعملش كده ابدا ابدا. انا عارف ومتاكد ما تعملش كده ابدا. الصبر يا رب. ايوه
الصبر حلو. ما هو يا درويش كذاب يا بنتك. درويش كذاب، كذاب والله كذاب. يعني بنتك كانت بتدور على اخوها بصحيح. امال اللي حصل ده يبقى ايه؟ معرفش معرفش يا عالم. اعملوا معروف سيبوني دلوقتي، سيبوني يا اخوان، اعملوا معروف سيبوني لوحدي. يلا بينا يا دخخني، يلا بينا، عليه العوض ومنه العوض. عليه العوض ومنه العوض، عليه العوض ومنه العوض. بنتك ما بتدورش على اخوها. بنتك بتدور على واحد انجليزي يديها ريفات. صدقني صدقنك بالحاره. بس يا درويش بس، كلامك ايه؟ شفتها بعينيا دول مع الانجليز في القماره في الرويعي، ولو ده باظ في ايد الانجليز هيقتلوه. وهي مش شفتاش والاحمر والابيض زي البنات اللي انا فرانكا، وتقولوا لي بتدور على اخوها؟ بتدور على اخوها في الرويعي يا خير. الصبر الصبر يا درويش الصبر. بس ما حدش يقول لك كلمه واحده. قلنا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش، وما بقاش ببلاش يا اهل الحاره، بقى بفلوس، بقى بفلوس. الحمار اللي لميتوا لي حقه، والعربيه اللي حيلتي ادي تمنه، وادي اللي كان، وادي اخر الماشي على الكيف. اللي انت الحمير تقول للانجليز لا، واحنا نروح لهم برجلينا. ما حصلناش حتى الحمير، ما حصلناش حتى الحمير، حصلناش حتى الحمير. ايه يا جماعه في ايه؟ الانجليز وخدامين السرايا واقفين تحت، مفيش فايده. يعني ايه هنبات هنا؟ لا ممكن يفتشوا الحي كله. وبعدين؟ مش عارف. انا لازم امشي. لا ما تخافش عليا يا سيد، انا مش خايف عليك انت لوحدك يا حسين. مش هيقبضوا عليا حتى لو قبضوا عليا. هيعذبوك، هيقطعوا كل حته في جسمك ما عدا لسانك. دول الانجليز وخدامين السرايا، وديك شفتهم بره عاملين ايه؟ اطمن يا سيد، حتى لو قبضوا عليا مش هيشكوا فيا ولا هيعذبوني ولا هيعملوا اي حاجه. لو انت ابن اكبر باشا في البلد، البوليس السياسي برضه هيعذبك. دول كلاب مسعوره، الانجليز مربيينهم وبينفذوا اوامرهم. انا طالع فوق السطوح وهنزل من الخرابه زي العربجي. اعتبروني زي العربجي. العربجي ما كانش عارفنا. اعتبروني ما اعرفكمش. ليه؟ ما احنا ممكن نعرفك بنفسنا. انا واحد. عارف بيتك كويس يا سيد، وعارف صالح كمان، واديني دلوقتي في بيت الاسطى ابراهيم. ملوش معنى عدم الثقه. كويس قوي، ما دام انت عرفتنا يا حسين، من حقنا احنا كمان نعرف انت مين. يمكن لحد دلوقتي مش من حقكم. المهم ما تخافوش عليا ولا مني. فكروا بس هتعملوا ايه لو هيفتشوا المنطقة بحالها. على فكرة انا ممكن ابات وابلغ عنكم الصبح، مش كده؟ افتكروا اني صديق محمد عزت البيومي، واني قاتل انجليزي زيكم بالظبط. بس انتوا بقى ما عليكوش شهود، انا كل اللي عند الارناؤوطي شافوني وشاهدين عليا. تصبحوا على خير. والله كلامه معقول برضه يا سيد افندي. ما انا عارف يا استاذ ابراهيم، بس اللي مش عارفه هو يبقى ابن مين؟ بعدين عبد الحميد باشا. قبضنا على كل اللي في المحل يا جناب الحكيم دارفن، وعلى كل المشتبه فيهم. انجليزي اللي قبضوا عبد الحميد باشا. احنا كمان قمنا بتحرياتنا، والتحقيق مستمر معاهم يا فندم. أنت لازم حنوصل للي دبروا الحادث يا فندم. تقصد المجزره يا جناب الوكيل؟ مجزره مصريين بيقابلوا فيها جناب المندوب السامي. ها alright alright alright. بكرة يا فندم الصبح. بكرة tomorrow morning جناب الوكيل. يا إما جنابك تجيب اللي عملوا المجزرة دي واللي بيوزعوا المنشورات، يا جنابك تعتبر نفسك مرفوض. من حقهم، من حقهم يدوروا على واحد يحميهم مدام الراجل بتاعهم مش قادر يحميهم. طب أنا أعمل إيه؟ قبضت على كل المشتبه فيهم وبنحقق معاهم. في حقيقة مهمة مش فاهمينها، كل المصريين بيكرهوهم ومضربين. 14 مليون مصري مشتبه فيهم، أعمل إيه؟ أقبض على 14 مليون مصري وأعدمهم؟ لا، أعدم خمسة ستة كفاية.
مش قادرين نثبت التهمة على حد؟ مش كل المصريين مشتبه فيهم؟ يعني ايه؟ خلاص اعدم اي مصريين ورد الانجليز بدل ما يعدموك. طب ازاي؟ بتسألني انا يا سيادة الوكيل؟ انت عايز تيجي تقعد هنا جنبي؟ يكون في علمك لو هتيجي تقعد هنا جنبي مش هتلاقيني. فريدة؟ ايوه يا عبد الحميد، مش بعد ما نحيني طول عمري للانجليز والمصريين عشان توصل للي انت فيه عايز تيجي تقعد جنبي وتبوظ كل ده؟ احنا انحنينا لافندينا وللانجليز عشان قلنا ننحني شويه وبعد كده نرفع راسنا والناس هي اللي تنحني لينا. عايز تبوظ ده كله عشان شويه رعاع؟ اكسكيوز مي فريده هانم، من فضلك ما تعليش صوتك. يعني ايه؟ مش عايزني ارفع صوتي ليه؟ ابدا، قصدي احسان يسمع ولا حاجه. اطمن يا باشا اطمن، احسان مش هيسمع ولا يشوف المصيبه اللي احنا فيها لسبب بسيط قوي، انه مش هنا. امال فين؟ بتسالني انا يا سياده الوكيل؟ روح دور على ابنك وشوفه فين. شرفت يا سعاده البيت. اهلا وسهلا يا سعاده البيت، اؤمر جنابك. اي اوامر يا فندم؟ عاوز اروح. تروح سعادتك، تروح يا فندم واوصل حضرتك بنفسي. لا ميرسي، انا عارف ان حضرتك مشغول قوي. دي مصيبه يا فندم، ربنا يستر يا سعاده البيت، ربنا يستر. بس هنوصل لهم يا فندم، هنوصل لهم اكيد بهمه سعاده الباشا. رجعت تاني للحياه الرتيبه، ولبست وش الغش والابتسامه. هناك هناك قلوب مهمومه مليانه طيبه، وهنا الوشوش بسامه رغم الغيامة. انطق يا حيوان يا ابني، افهم بقى. ايوه، اسماء كل اللي مقبوض عليهم في سجن الاجانب واحد واحد. ها بونسوار، كنت فين لغايه دلوقتي يا احسان؟ كنت في الرويعي طبعا. لا يا بابا. ولا ليه ما رحتش الليله؟ ليه؟ عشان تموت ولا يتقبض عليك واضطر انا بقى ادور على مواطن تاني احطه في السجن بدالك زي المره اللي فاتت؟ ولا انت مصر تهدني؟ خد بالك يا احسن بيه، خد بالك ان مش كل مره تسلم الجره زي ما بيقولوا الفلاحين. يا اخي خلي غيرك يهدني، الولاد اللي زي البيومي ولا اصحابه. شفت المجزره اللي عملوها في الانجليز؟ الانجليز عملوا كتير قوي يا بابا. خلاص، اقول للمندوب السامي والراس الباشا كده، اقول لهم ان ابني احسان بيقول انكوا عملتوا كتير ويقعدوني في البيت. اقعد يا بابا. ها؟ اقعد؟ ايوه يا بابا، بدل حضرتك ما تقف ضد كل المصريين. مش معقول يا بابا الامه كلها تبقى في كفه وحضرتك والانجليز والسرايا في كفه. اخرس. حاضر يا بابا، تصبح على خير. احسان. نعم. ايدك مجروحه من ايه؟ ده جرح بسيط من سرج الحصان. تعال هنا. امال بالله ما كانش عليك كده يا معلم؟ امال ازاي يا ابن العبازه؟ بتعمل ايه مع الانجليز طول الليل؟ مش فاهم انت عند الشرفه حاسس قوي وهي ما بتحبش ليه؟ حرمه على حرمه. تعالى معانا. بس يا درويش، يا درويش، ايه
الواد الخارع ده مشهوره زي الكلب. ايه يا درويش وشايف عينيه؟ ايه يا درويش قول لي مش كده. صبر حيلك. طيب ايه يا درويش؟ طيب يا ابن المباظه على اي النعمه ده كنا مهكاكك بالحاره. ايه يا درويش؟ صبر حيلك ولو شفتك فيها حفله دماغك نصين. ابعد بقى يا اخي. حرام عليك يا معلم درويش. بس حرمت عليك عيشتك. بس خلفها ايه؟ مهداش عاد مهداش يا باشاندي. هخلص عليها وعليه. اسمعوا يا ناس، اسمعوا اهل الحارة، اسمع يا معلم فرج الله، البنت دي تغور وتروح لحالها وتسيب الحارة. انا مش مستعد ابدا اخويا يروح في داهية علشانها. يا عزيزة اسكت يا عزيزة. لا ما اسكتش يا اخويا، انا مش مستغنية عنك. هاي انا تمشي انا هتكلم يا فتحيه. نتكلم نقول لهم ايه يا اباظه؟ اقول الغجر دول احنا كنا فين عشان يعرفوا انك اشرف واحده في الدنيا. نتشنق واتشنق الكل معانا. ده حتى كمان ما رضيش ربنا. يعني هم هيروحوا يقولوا للانجليز مهما كان دول مصريين زينا، يعني مش هيتكلموا. ايه اقول يا فتحيه؟ حق يابا. اقول لهم كنت فين؟ الواعي سد يا فتحي، الواعي سد. اوعي، دم ولاد الناس مش لعبة، دم ولاد الناس مش لعبة. الواعي سد، الواعي سد يا فتحي. أبا هاخده معايا المكتب. من فضلك قولي له يلبس. هتربطه معاك في المكتب ليل ونهار. طب اعمل ايه؟ المظاهرات قلب الدنيا وفي اوامر باستعمال القوه. لو نزل الشارع هيموت. اخده المكتب معايا شويه على بال ما نشوف هنعمل ايه. اطلع عند سيدك احسان وقول له ينزل يكلم باباه الباشا. حاضر يا فندم. أنا تعبان مش مستريح، زي ما يكون عيل صغير مش فاهم. قلتلك يسافر أوروبا. طب وأنا أعمل إيه بس؟ أضربه وأسفره بالعافية؟ خلاص يسافر الفلاحين. أنا شاكك إنه يعرف أولاد من بتوع المظاهرات. عبد الحميد أكيد ومش راضي يقولك. لا 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 يا عبد الحميد، مش معقول يعرف ان باباه في الموقف ده ويمشي مع شوية عيال زي دول. انا ما قلتش يمشي، انا قلت يعرفهم، يعرف اصحاب البيومي. على العموم هعرفهم وحمسكهم واحد واحد. من فضلك يا عبد الحميد ارجوك ابعدوا من هنا باي شكل. اوكي. بونجور. بونجور شيرين. اتفضل افطر علشان اتأخرنا. اتأخرنا على ايه يا بابا؟ على المكتب. هتيجي معايا المكتب. انت عارف انا نمت امبارح الساعة كام وعندي شغل النهاردة شكله ايه. تيجي معايا المكتب عشان تشوف انا تعبان ازاي. بدل قعدة السرايا وهو تغيير هوا. انتوا خايفين عليا قوي كده ليه يا ماما؟ مدام انت ما بتخافش علينا يا اخي نخاف عليك احنا بقى. ما هي تفرق كتير بين عواطف الابن وعواطف الاب. حضرتك عارف ان انا مش بخرج بالنهار. من فضلك يا احسان لا بالنهار ولا بالليل. اوكي يا ماما. ها اللي قتل عسكري انجليزي مسكوه. احنا براءه. احنا براءه. احنا براءه. الحمد لله. تقفوا قدام الباشا تردوا على قد السؤال. خضر اللي هيكذب على المشنقه على طول. مفهوم؟ حاضر خضر. خبيب خش يلا. طب
تعالي تعالي. هو دي هو. هو ايه؟ اللي قتل عسكري انجليزي بإزازة. هو مين يا غبي؟ مصطفى بيه. ده اسمه ايه؟ مصطفى بيه معالي باشا. طب بس بس اخرس فرج. ايوه اتفضل. سجن الاجانب واقفل الباب وراك وترجع لي على طول عاوزك. حاضر يا فندم. يلا يلا خادر 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 يلا. انا اللي قتلته يا بابا، الناس ما كسبوش. وتقول لي الجرح من السرج. حضرتك ممكن تنادي على فراج يرحلني سجن الاجانب بدل الناس الغلابه دول. اخرس. متهيألي واجب حضرتك. لا، واجبي اولا اني اربيك. اتفضل. قلت لك يسافر بره، ما سمعتش كلامي كده كويس؟ من فضلك يا هانم وطي صوتك، الخدامين والسفرجيه هيسمعوك. احنا هنخاف من الخدامين والسفرجيه؟ لا، نخاف من الانجليز، ما اقدرش اشوفه بيتعدم قدامي. اسكت اسكت. ليه كده يا احسان؟ ليه كده؟ عشان محمد عزة البيومي مات. عاوز يموتني، يموت نفسه ويموتني. أنا آسف يا إحسان يا ابني إني علمتك معنى الوطنية. واضح جدا إني علمتها لك غلط. عبد الحميد يسافر فورا يا عبد الحميد. أوكي يلا يا ابني حضر نفسك، أنا هقدر أتصرف وأسفرك، تقدر تكمل دراستك في باريس. واضح إن حضرتك وماما كمان عايزيني أبعد عن هنا خالص. سيلفو بلاي يا إحسان. تحت أمرك يا ماما، أوعدكم إنكم مش هتشوفوني تاني أبدا. رايح فين؟ لو اتفقنا على معنى واحد للوطنية يا بابا أكيد حضرتك هتشوفني. إحسان إحسان.